يا بزاف جوالاتي، حتى جيت وخيت ناس جالسين بيناتهم كيكلاشيوني كيعايروني، قالوا لي كلام وشي كيسمع وشي كساكت. ومن بعد يعني كيف شفتوا قدامكم راه الحقيقه كانت باينه يعني اصلا. من بعد الحمد لله المغاربه راه شافوا ما كيرضوش بالحق، راه كله كيتجاوب ردوا كذا. من بعد بغاو ينتقموا مني انتقام، يعني اصبح تصفيه حسابات شخصيه، فتصفيه الحساب الشخصي وانطلقت، يعني مشات ايطاب اخر او مرحله اخرى، وهي مرحله حمزه منبيبي. شهر حمزه منبيبي قالوا هذا حساب اللي هو متبعينه مغاربه وكذا، اجي نهرسوا سعيده ونمسوها في الوطنيه ديالها ونحيدوها. وديك الساعه الساحه خاوي اللي بغى يبان في هذه النقطه هذه. الساحه كتسع الجميع مغربي الحمد لله. علاش الضوضاء صعيبه شويه؟ راني قلت لك علاش حسيت منهم وش غير ما عرفتش، ربما يعني الله يخلص النجاح بالصعيبه شرف والسبب ديالها. والحمد لله كيف شفتوا راني كل نهار في مدينه، كل نهار في منصه، كل نهار جمهور جديد. القصه ديال دوك السكرينات اش نقول لكم؟ انا جالسه في داري في الشمال في المضيق، فانا الان مستقر في المضيق لانه من ثم كندير الجوالات. انا واطفالي جالسه، حتى جاني تليفون السلام عليكم. عليكم السلام، راه عندي واحد كذا كذا، واحد سكرين، راه هضرت مع واحد السيد قال لك، وراه طلبنا واخترق واحد من لي فان، واخترق يعني واحد من دوله اخرى، قال لك راه اخترق حساب ديال فلانه مع حمزه مبيبي اللي هو محادثه زواجي، يعني محادثة ثنائية. فدخلوا الحساب الخاص فكيشفتوا هناك الحساب الرسمي لحمزة منبيبي والثاني كيجاوب. فأنا الآن كنتظر العكس، ولكن الآن بما أنه غيخرجوا فأكيد غيمسحوا، فاللي غادي يثبت لنا هادشي وغيبين لنا المكالمة المعكوسة، يعني يبان وجه الآخر، وجه الآخر وحمزة منبيبي اللي غيكون رد، شكون غيجاوب لنا هادشي؟ غيمسحوا دابا من بعد ما غيخرجوا أنتم في التصريحات، فلا تمسح اللي غيجاوب لنا هادشي هو العدالة، لأنه كيكون داكشي يكون باقي واخا 10 يقولوا ما كتمسحش. فقال لي أنا غادي نصيفط لك شكون اللي صيفط لي هذا الشيء، وها الحساب ديال هذا الهاكر، وها شنو دار صيفطوا لي. أقسم بالله إلا بقيت بوش بي، يعني صدمت. علاش؟ لأنه آخر واحدة توقعت تكون على يد أو دايرة اليد مع حمزة منبيبي في هذا الشيء وهي فلانة، خاصة نشاطة اجتماعية وصديقة الفنانين وكذا، وحاضرة دائما في كل ما هو اجتماعي وهذا. تفاجئ أكيد سعيدة شرف، هي أكبر مني ولكن كنعتبرها أخت كبيرة. سعيدة شرف معروفة أنك إنسانة مسالمة، يعني إذا كان واحد الخيط بيد بين الناس فاش غادي تسامحهم؟ لا إلا الوطنية، نسامحهم على بقرهم، نسامحهم علاش بغاو، ولكن الوطني ما نسامحش. لا والله ما نسامحش. الاخر الرساله ديالك للجمهور المغربي اللي الرساله ديال فقلت لك خليني نكملكم. فوصلت وصلني هذاك السكرين، قلت له لا غادي ترسل لي المحادثه ديالك كامله معاه باش نزيد نتاكد. فرسل لي المحادثه ديالو كامله معاه، قلت له غادي تكلم اعطيني التوقيت يعني من قبل كيتكلم معاه. قال له يا طويل العمر ما نعرفهاش، هذا لانه من بلد خليجي. قال له انا دخلت حساب هذا الشخص ولا افهم الكلام، انا ما افهم عليها الكلام ولكن فقط صورت فتكرينا. قال له ما اسمها؟ قال له هاي عندها اسمها كذا كذا، ورسل له الحساب الشخصي ديالها. كان ديجا واحد السكرين وصلك ما بغيتيش تنشريها؟ لا ما بغيتش، لانه ما بغيت اذي حد، ولكن توصل لهالدرجه لا. الكلام اللي تقال قاصح، كلام باش تعتبروا حشرات في بلادنا. السكرين اللي هو اللي وصلك فيه كلام فم هذا ما دويتيش عليه، ولكن ملي قال لك وطنيه وصلني سكرين ماشي فيه غير السبه فيه. يعني اشياء لا تتصور، لانه انا ماشي جالسه في فانكات بالمعافيه وداك الشيء مستوى لا. فانا قلت غادي نجاوب، ولكن الحاجه منين وصلت الوطني اوكي نجاوب. يعني اللي انا ما بغيت لابوز، لا ما بغيت لابوز لا والو، لانه كيف قلت لكم راه اسمي راه قديم، راه ماشي من البارح. وحتى يعني فنانه من الباخر جيت كتقول لهم قد امي، واش امك غتولدك عندها 8 سنين؟ كاين شي مره كتولد على 8 سنين ما عرفتش. يعني عيب ومرسلوا لي السكرين عندي سيطوا لي في الخاص، عيب هذا الكلام ما كيتقالش. الله يكبرنا على طاعه الله اول شيء، ويامون القوس بشحال القوس، قالوا حتى تكبر تعرف بشحال، فكان عيبوش. الله يعطيك العمر يا اختي
وتوصلي اللاج ديالي بحال هكا وتكوني بحالي هكا ما يكون بين تشوهات لا حاجه، لانه كيقولوا اتعيب هذا النقش علي ام على النقاش، لانه بحال كتناقش الله في خلقه. الحمد لله ما بدلنا في خلقتنا لا شيء. باش الاجراءات اللي غديرها الاجراءات خلوا لي تماما، وغدا غادي تبدا. اللي عنده اهتمام بالموضوع وبغى يجي حاضر في عين المكان، انا بتنسيق مع اكيد بتنسيق مع مكتب حقوق الانسان غادي نكون متواجد اكيد، لانه تاذوا الناس كثار وناس اللي انا لو كان هذا الحساب كيدافع على الناس كاملين وكيجيب حق الناس كاملين، ولكن باش تخلي ناس معاك مدنيين مرضى نفسيين ما نعرف اش تخليهم معاك تدافع عليهم وكتآذي غير اللي ضد مع هذوك الاخرين على اللي مخاصم مع هذوك الناس؟ لا انا مابقاش ندير انا في صورة جلالة الملك نديرها في البروفايل ونقدح في الناس ونكذب في الناس، لا عيب شرا ما يقبلوا حتى شي انسان. انت بديتي من الاول واحد الاجراءات ووقفتيهم تدخل واحد الناس قام تخرج؟ نعم. لا لا دابا ما وقفتش، دابا انا وقفتني فقط الجولات لانه ملاقاة جمهوري، لانه راه كان عندي عرايش عرايش حسيمة حسيمة النابور نابور مارتين مارتين يعني، واليوم جديدة وقبل منها شحال من صارت.